اوكي خلينا نكمل قاعدتنا امس، واسف على الانقطاع. هلا حكينا وصلنا انه للجمع كمان. اخر شيء كنا نحكي عن مفرد، حكينا بنحكي اسم المفرد زي مثلا ذا كات او سميرة او رامي او احمد او وات ايلس، هذول كلهم بنستخدمهم للمفرد او ضمائر المفرد بيجوا مع واز. طيب يا مس، كيف الفورم تبع هاي القاعدة؟ كيف شكل القاعدة هاي بتكون؟ بتكون إما was أو where، بما إنها continuous إذا زائد إيش؟ أكيد زائد verb ing. إذا شو شفناها؟ نفس التشابه، نفس ما حكيت لكم، نفس كانت قاعدة الـ present صارت قاعدة الـ past. أوكي هلأ مثلا ناخد مثال عليها لتقدر تعرف الشكل الصحيح. مثلا I was studying math last night. تمام، last night الليلة الماضية، هي دلتني، هي keywords دلني على الماضي. وكمان لما أرى، عندما أرى ال helping verb was بعرف إنه بعده verb ing، سواء كان was أو where بعدهم ال verb ing. يعني لو كان الفاعل هنا مش I، لو كان they مثلا بحكي they were برضو studying، بس بتغير ال helping verb مع تغير الفاعل. هذا اسمه subject الفاعل، بعدين بيجي بعده ال helping verb، بعدين بيجي ال verb ing، بعدين بتيجي ال complement اللي هي تكملة الجملة. بس هدول الثلاث عناصر أساسيات ثابتين في ال affirmative sentences. شو يعني affirmative sentences؟ بنفس الترتيب، هذه الأشياء بتكون بنفس الترتيب في affirmative sentences اللي هم جمل الإثبات في حالة الإثبات. ناخد كمان مثال على جملة في حالة الإثبات لنتعلم شو هو الإثبات وشو هو الquestion، شو هن فيه مثل العادي. باجي بحكي مثلا we were jumping yesterday. اوكي نفس الشيء، بدأنا بالسبجكت، بعدين اجى الهيلبينج فيرب اللي هو بيكون مرتبط في السبجكت. اذا كان جمع بيجي وير، اذا كان مفرد بيجي واز، بعدين حكينا هاي ثابت اللي هي فيرب اي ان جي، بعدين بتيجي الكومبلمنت اللي هي التكمله، سواء كان في تكمله عاديه او تكمله الكي ووردز تبعين الجمله. طيب يا سادس، هلا احنا عرفنا حالات الأفرماتيف، هلأ بدي أعرف حالة تانية إشي اسمه إنتروغاتيف. بنعرف كلياتنا صرنا شو يعني إنتروغاتيف، صح؟ إنتروغاتيف يعني استفهام، يعني بدي أعمل سؤال. طيب سادس، أنا حكيت لكم لما أي جملة بشوفها بالدنيا، مثلا she was talking to her friend، مع صديقتها، خلينا نحكي last week. اوكي last week الاسبوع الماضي، حطيت وراها نقطة. طيب انا باجي بحكي لك يا سادس اعمل لي اياها question، بتقدر تحكي لي على السريع مس انا بعرف شو هي الخطوات اللي بقدر اعمل فيها question. اول خطوة بدور على ال helping verb، اذا كان موجود اذا انا جملتي جدا سهلة، بس بحمل ال helping verb بحطه في بداية الجملة. اما اذا لم يكن موجودا فبضطر اذهب الى شنطة الطوارئ اللي هي اصلا ما راح احتاجها بهاي القاعدة، لانه انا already في جملتي في عندي helping verb واضح مثل عين الشمس. هيو الواز عمل لي سؤال عطول، بحمله بحكي له تعال معي على بداية الجملة، بروح على بداية الجملة بحط was with capital W، بعدين باجي بعدها حط السبجكت was she talking، ما بتغير اشي عندي على الفعل ولا الجملة ولا اشي، فقط بجيب ال helping verb في البداية وبكمل الجملة عادي. Was she talking to her friend، وبكمل الجملة عادي last week، وما بنسى بالنهاية ال question mark. هيك انا صار عندي سؤالي 100% صحيح، بدأت في ال helping verb ثم subject ثم ال verb ing ثم الكومبلمنت اللي هي التكملة. إذا صيغة السؤال تختلف عن الأفرماتيف بشكل بشيء بسيط جدا، إنه بالأفرماتيف ببدأ بالسبجكت بعدين الهيلبينج فيرب، ولكن بالسؤال ببدأ بالهيلبينج فيرب ثم السبجكت وبكمل الجملة عادي. طيب جاوب لي هذا السؤال سواء بيس أو نو. بحكي يس شي was ولا وير؟ شو رأيكم أحط وير ولا was؟ she was مبيني أكيد الشي بتاخد was، حتى لو ما كان عندي السؤال واضحة أمامي، طالما إنه السؤال في بدأ ب was بحطها was، أو حتى لو ما عندي was بعرف إنه الشي بتاخد was. أو no she
واز برضو، شو رأيكم بما أنه السؤال بواز أحط نو شي واز، صح هيك جملتي؟ أكيد لا، إنه تحب النوت دائما. نو شي وزنت، ليصبح جوابي صحيح 100%. ناخذ كمان مثال على السؤال، ناخذ جملة عادية ونحولها لسؤال. طيب ناخذ مثلا نحكي هي، أو بلاش هي، خلينا نستخدم جمع هالمرة، they were writing a letter. شو يعني letter؟ اللي هي رسالة. Yesterday، البارحة. فول ستوب. تمام، هاي جملة عادية. اعمل لي اياها question يا سادس. في اسهل من هيك؟ لا، بجيب one helping verb، هيو واضح، يا اما واز يا اما وير، بجيبها في البداية، بخلي الدبليو كابيتال. وير ذي، هلا ذي بتبطل كابيتال لانه بطلت اول كلمة، ونفس التكملة writing a letter yesterday، وبكملها وبحط الكويستشن مارك بالنهاية. ممتاز، بيرفكت يا سادس، ممتازين. جاوبوا لي هلا، هاي يس او نو؟ يس ذي وير، برافو. او نو ذي weren't، excellent يا سادس. المفروض هلأ كلكم جاوبتوها لحالكم. طيب يا سادس، آخر خطوة بدي أطلبها منك إنك تعمل لي إياها نيجاتيف، برضو جدا سهلة، نفس الخطوات. الانتروجاتيف هي نفس خطوات النيجاتيف اللي هو النفي. شو خطوات السؤال؟ باجي بدور على الهيلبينج فيرب بحطه في البداية. خطوات النيجاتيف برضو بدور على الهيلبينج فيرب في البداية، بس ما بحطه أول إشي، بدور على الهيلبينج فيرب في الجملة بس ما بحطه في البداية، لا، باجي بلزق فيه كلمة not لتصبح الجملة منفية فقط. شفت ما أسهلها؟ يعني مثلا هاي الجملة اعمل لي إياها نفي، اللي هي they were writing a letter، بيجي بتحكي لي they. طيب هلأ ال where هي ال helping verb، شو بدي أعمل فيها عشان أخليها نفي؟ بلزق لها not بدون ما أغير مكانها. they weren't writing، اختلف إشي على الفعل؟ لا. اختلف إشي على تكملة الجملة؟ لا، فقط بجيب النط بحطها عند الهيلبينج فيرب تصبح الجملة منفية. They weren't writing a letter، لم يكتبوا، لم يكونوا يكتبوا رسالة البارحة. letter yesterday، بحط question mark في نهاية الجملة المنفية؟ أكيد لا، بحط full stop بس بالسؤال question mark، هيك أصبحت جملة منفية. طيب باجي بحكي لك جملة تانية مثلا، شو بدنا نحكي؟ أسماء was shopping last week. اعمل لي اياها نفي، يلا يا سادس بسرعة. شو خطوات النفي؟ وادور على helping verb بجيبه في البداية عشان انفيها؟ لا، هداك للسؤال، للنفي بلزق له not. بتصير اسماء نفس الجملة، wasn't shopping last week، وهيك فول ستوب تصبح جملة منفية. اعمل لي اياها سؤال بسرعة. اسماء واز شوبينج لاست ويك. ما بعرف يا مس. لا يا مس، كتير سهل، بس بدي اجيب الهيلبينج فيرب احطه في البداية. واز اسماء، طبعا اسماء تبقى بكابيتال لتر وين ما كانت لانها اسم، شوبينج لاست ويك و question mark، اصبح سؤال صحيح 100%. شفتوا ما أسهل قاعدتنا؟ ما في أسهل من هيك قاعدة، جدا سهلة. للي بده يرجع يقرأ اللي كتبته، هي وضحت لك الصورة، هي الصفحة الثانية وهي الصفحة الأولى، كل شي حكيته هي مكتوب في هاي الصفحة. طيب خليني هلأ على السريع أنتقل لأسئلة الكتاب. عندك A، read and say replace the highlighted، هذا مثل العادي بيكون عليك homework، بتكتب بس ثلاثة، هم أصلا عندي ثلاث. while it rained، بينما كانت تمطر، rained كانت يعني ماضي. she was jumping، ليش حطينا was مع هون؟ لأنه عندي الشي مفرد، she was jumping in the puddles. أوكي، أما بهلأ بدي أبدل، بدل الشي was بدي يصير عندي I was، while it rained صارت I was jumping in the puddles، while it rained you were jumping in the puddles. نفس الاشي while it rained we were
jumping in the puddles. بس هون بدك تنتبه انه اليو مع ضمائر الجمع حطت الها وير، الوي جمع حطت الها وير، الاي مع ضمائر المفرد حطت الها واز. طيب الثانية we took a picture when you were diving in the water. When you were, you أخذت were diving, were زائد verb ing. كمان we took a picture أخذنا صورة when مها was getting on the horse عندما صعدت إلى الحصان. We took a picture when I was water skiing عندما كنت بتزلج على المياه. الآي أخذت was، مها أخذت was مفرد. نفس الإشي we took a picture when the team was winning the game. The team مفرد، الفريق واحد، ما في عندي أس في الآخر دولنا يا جماعة، فأخذت was. أوكي هلأ question B كتير سهل. read then substitute the given words or phrases. يعني بدك تبدل نفس الإشي، نفس نمط سؤال A. During the summer he was water skiing a lot. بدل he was water skiing بدك تستخدم هون، بس بدك تغير انت الأشياء. بنحكي they شو بتاخد؟ they were. إذن بنحكي during the summer they، بعرف لحالي انه لازم احط وير بعدها والverb بدي احوله ل ing. رايدينج تروح الاي بحط بدالها اي ان جي بايكس. هيك صار جملة كاملة عندي. they were riding bikes. they were riding bikes. انتبهنا شو التغييرات اللي بنعملها؟ بنضيف الهيلبينج فيرب وبنحط اي ان جي للفعل. طيب كمان مرة during the summer we، شو بدها تاخذ الوي؟ محتار انا يا مس. لا يا مس لا تحتار، الوي جمع. we were reading books. we were reading. ما ننسى ال ing للفعل وما ننسى ال helping verb هنا بعد ال we were. نفس الترتيب نفس الاشي هون. during the summer you، اليو شو بتاخد؟ اليو من ضمائر الجمع. you were playing. you were playing games. ما ننسى بنكتبهم على دفتر القواعد هدول homework مع اللي فوقهم. هذا يعني بس هذا homework اللي راح يكون بس عبارة عن كتابة طويل ما راح يغلبك، بس انه بدي اياك تكتب بحذر شديد ما تخطأ بهاي التفاصيل الصغيرة. during the summer I were playing soccer. صحيح انا اللي عملته؟ اكيد لا يا مس. I was، الاي بتاخد was. playing حطت لها ing بعدين كملتها soccer اللي هي كرة القدم. during the summer أسماء and إيمان صاروا تنتين، أسماء وإيمان بحط لهم واز ولا وير؟ تيجي تحكي لي واز، ما هي أسماء أو إيمان، لا هم تنتين مع بعض صاروا جمع فبحط لهم وير. shopping تمام، هيك بتصير a lot، صارت الجمل كاملة عندي. هلأ هون change each of the sentences in exercise into an expression. شوفوا كيف هايها موجودة، لا تكتبوها على الدفتر خلص بطلت homework. هايها موجودة عندكم هون بدك تكتبها بس تنقلها هون بالفراغات. was he water skiing a lot during the summer. هون بس صارت سؤال، نفس هالجملة بس حولناها لسؤال. كيف بدي أحولها لسؤال؟ ننتبه بنجيب الهيلبينج فيرب، بناخد القسم الثاني من الجملة بنشتغل فيه، بنجيب الهيلبينج فيرب بحطه في البداية قبل اللي هي. بحكي was he water skiing a lot، بعدين برجع للجملة الأولى. إذا ببدأ من هون الخطوة الأولى بعدين برجع هون. يعني صارت was he water skiing a lot during the summer question mark. الثانية بتصير yes were they riding bikes a lot during the summer. نفس الإشي بس عكست الجملة وبدأت من هون لأعرف أحول لسؤال. يعني بتعتبر إنه هاي الجملة عندك إياها لحالها بالأول بتحولها لسؤال، وبس تخلصها بترجع بتجيب القسم الأول بتحطها وبتحط في النهاية question mark. إذا نفس الطريقة بس بدربك أكتر لتعمل سؤال. نفس الشي هون كانت الجملة، إذا أنك كتبتهم على الدفتر إذا حابب يعني تكتبهم على ستيكي نوت أو على دفتر هون الجمل بصير عليك أسهل لما يكونوا مكتوبين قدامك، سهل تحولهم لأسئلة على طول. يعني هون مثلا كانت you were playing games صارت were you playing games a lot during the summer question mark. اللي بعدها كانت were you playing games، حكيناها هاي a lot during the summer question mark. الخامسة يلا مع بعض نحل الخامسة مع بعض، كانت I was playing soccer صارت was I بتصير you لأنه سؤال I بتحول ل you. was you
طيب أنا حولتها ليو ظلت was؟ لا، يا إما بتحكي was I بتسأل حالك، يا إما بتحكي where you. أنا راح أخليها مثل هي لأن ما بدي أخربطك، بنحط هون I خلص، لا تحولها لإشي تاني، بتخليها مثل ما هي. was I playing games a lot during the summer question mark. والأخير راح أحكيها شفوي عشان أنت تكتبها لحالك. بتصير أسماء and إيمان كانت where shopping، بحكي where أسماء and إيمان shopping a lot during the summer during the summer question mark، ما ننساها. إذا بتكتب اللي حكيته هون كمان مرة راح أعيده، where أسماء and إيمان shopping a lot during the summer، بتحطه هون، بتحط question mark في النهاية. وهيك بيكون خلصنا قاعدتنا اللي هي جدا سهلة. يعطيكم ألف عافية سادس، بتمنى لكم رمضان خير يكون على الجميع وينعاد عليكم صحة وعافية.